أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا رجت الأرض وجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي كنتم أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فسبح باسم ربك العظيم.